وضع المرأة ما بين تكريم الإسلام ليها وما بين دعاوي الجاهلية وجاهلية القرن الواحد والعشرين وداخلين أول، ربنا جعلها أيام خير على الأمة الإسلامية كلها اللهم آمين. في البداية تعالى ما أقول لكم الخدعة الأساسية اللي بيعملها الغرب حاليا. يعني مثلا لما نيجي نعمل جملة نقول الإسلام بما يعني يواجهه من باقي الديانات، لكن لما نيجي نقول الغرب يبقى الضد بتاعه الشرق او اللوبز الاثنين اللي قدام بعض، لكن يتحط الاسلام كدين وكقيم وكمبادئ وكاعراف وكقوانين قدام كلمه الغرب، ده ظلم صراحه. ده في البدايه كده المجمل ده، فلما بيجي قدامنا عنوان زي ده الواحد يقول هو دي مش حاجة حقيقية انها صراحة يبقى في مقارنة ما بين الاسلام بما يضاهي من باقي الديانات اليهودية النصرانية وهكذا. ولكن الاسلام قدام الغرب فكأن الاسلام هو عدو للغرب، ودي الصورة اللي كانت يعني بيحاولوا يبصوها في خلال الفترة اللي فاتت على مدار 50-60 سنة اللي فاتوا. كان في ظلم حقيقي سواء واقع على المرأة أو على مفاهيم الإسلام في أمر زي ده. خلينا في البداية أقول لكم وضع المرأة قبل الإسلام كان إيه. وضع المرأة كان قبل الإسلام حديث مسلمة وسيدة زينب لما وصفت إزاي إن لما كان المرأة تحيض أو يموت عنها زوجها تفضل تغطى بالبعرة أعزكم الله بالفضلات بتاعة الحيوانات سنة كاملة، يغطى جلدها حتى يسود بالعبرة اللي هي الفضلات بتاعة الحيوانات. ده كانت المرأة قبل الإسلام. المرأة كانت قبل الإسلام كانت مهانة. المرأة كانت قبل الإسلام سقط متاع. المرأة قبل الإسلام ما كانش لها أي حق من الحقوق ولا لها حق. احنا عندنا حق المرأة، وخليني أعدد لكم معايا حقوق المرأة إزاي، والله سبحانه وتعالى كيف شرع للمرأة على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكريم المرأة في الإسلام عامل إزاي، ومكانة المرأة في الإسلام عاملة إزاي. عندك حقها في الإرث، حقها في التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقر حق المرأة في التعليم طالما هي مكلفة. النساء شقائق الرجال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال، يعني هما الاثنين من حاجة واحدة، يعني زي ما ده كل ده كل شقائق، يعني الاثنين حاجه واحده والاثنين قدام بعض زي ما انتم شايفين كده شبك حاجه واحده. لكن اجي ان انا ابخس حق المراه واقول لا ده المراه ملهاش حق في الاسلام، وتعالوا بقى يا مسلمين خدوا حقوق المراه نعلمها الرفق والرقه والانسانيه من الغرب. هذا بخس، هذا ظلم من الاسلام. الاسلام كرم المراه، عملها كانها شريكه للرجل في اصل واحد. هذه سوره النساء، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الاصل ان الاثنين بعمل واحد. الله سبحانه وتعالى من عمل صلاحا مين من الاثنين، من ذكر وانثى، ايه بقى؟ فلنحيينه حياه طيبه كما كلف الرجل كلفت المراه. حق المرأة في الحياة مش شيء زي ما كان قبل الإسلام. كان إذا ولد للرجل أنثى كان يوئدها، وجاء الإسلام وحرم وأد البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى حديث عبد الله بن مسعود، أعظم الذنوب عند الله، قال أي ذنوب أعظم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك قد خلقك. قلت ثم أي؟ سيدنا عبد الله بن مسعود اللي بيسأله قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية إملاق أو خشية أن يأكل معك والعياذ بالله. فالأصل يا أخوات، الأصل إن الإسلام عطاها حق في الحياة، حقها كأم. وطبعا احنا اعظم حاجه بعد التشريع وبالوالدين احسانا، وحقها كأم. من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم؟ قال امك ثم امك ثم ابوك. ثلاثه حقوق للام، وتكرمها وبر الام فرض عين. بعديها بعد على طول بعد الشرك بالله بر الوالدين لما يعطيك حق في حق النبي عليه الصلاه والسلام. رغب اصلا في حسن تربيه المراه وتعليم حقها في التعليم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين اللي كان له بنتين
حتى تبلغ حتى جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وأشار وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. طالما هي مسؤولة عن الصلاة والصيام والفروض زيها زي الرجل، فتعلم المرأة. عندنا كانت من ضمن النساء اللي كانت تحب العلم وتسعى للعلم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أم من أمهات المؤمنين السيدة حفصة، لها داعي في موضوع التعليم. حق المرأة كمان في العدل، هي زيها زي الرجل، زي ما أنت تعدل بين الرجال تعدل بين النساء. وعندنا الحديث بتاع النعمان لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أعدلت ما بين ابني كذا وكذا، قال له انا اعطيت ابني عطيه، قال له اعطيت كلهم نفس العطيه؟ قال لا، قال لا تشهدني على رسول الله. خلاص ما ينفعش، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. عندك حق المراه في الحقوق الماليه، المراه لها ذمه ماليه منفصله، ذمه ماليه لها حق التملك وحق البيع وحق الشراء، لها ذمه لها مال، لها ذمه ماليه منفصله، وحقها في الارث والميراث كل الكلام ده. فطبعا اللي يجي يقول لك لا ده الاسلام ما قالش للمرأة ولا عطى للمرأة شيء زي ده، ده كده بيبخس وبيفتري على الله. حال النساء زي ما قلنا زمان كان لا إرادة ولا اختيار ولا حق التعبير، ده كان المرأة كمان اللي بتتعلم القراءة والكتابة بتبقى مصيبة. يعني اللي لها بتقولك ملهاش حق حتى في القراءة، وتكتب المرأة وتعلم المرأة. أما كان عندنا في ديننا الإسلامي اتفل لها الكتب، كانت بتعتبر خادمة سقط متاع، وكانت تورث زي ما بقيت لو الراجل مات زوجها تورث للأبناء والبقية العيلة زيها زي المواريث وزي الحاجة اللي كانت بتقول. كل الكلام ده طبعا مش صح، وكل الكلام ده جه الإسلام نفاه. بصوا كده، بصوا التكريم، من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة. لازم نبقى فاهمين الكلام ده وعارفين، عشان ما تجيش الدعاوي دلوقتي تطلع تقول تعالى ما نعلمك. لا مش هتعلمه، ده انا عندي في ديني، ما تجيش انت تعلميني، انا اعرف في ديني الانسانيه والرحمه والرأفه من الدين وليس من عكس ذلك. خلينا كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشه، من كانت له من ابتلي من هذه اللي ربنا رزقه من البنات بشيء كن له سترا من النار. حديث انس، حديث سيدنا انس، ومن عانى جاريتين زي ما قلنا حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهتين، والنبي ضم بأصابعه عليه الصلاة والسلام. فلازم نبقى عارفين الكلام ده. بص كمان، عرفت قيمتك في الإسلام وحقوقك كامرأة في الإسلام، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. ده حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. ما تجيش بقى نقول لك ايه لا اصل هي بنت والاسلام ما عرفش عمل ايه. الاسلام بريء من كل هذه الدعاوي النسويه، كل اللي طالع علشان يضحك الدين ولا يمت للاسلام ولا يؤذي الاسلام، فهم الاسلام منه براء. الاسلام كان كرم المراه، وقلت لكم على مقاله منشوره لصحفيه فرنسيه اقسمت بالله بعد ما جالت في مظاهره ومطالبه بحقوق المراه، قالت لو اعلم لو انتم اللي بتقولوه ده صح عن دينكم انا اول المسلمات، ده انتوا في دينكم مكرمات، ده احنا بنحمل هم البنزين وهم الايجار وهم ما اعرفش ايه، ان ملهاش غير المراه في الاسلام ملكه ينفق على ما تعيش كملكه في قلب بيتها، ملكه معززه منها اللي يتولى حمايتها ومنها اللي يتولى الانفاق عليها. فما تجيش تسبوا الاسلام بامر ليس فيه، ودي من دعاوي من اكثر من 60 سنه. كل المؤتمرات اللي بتتعمل، مؤتمر السكان، مؤتمر الجندره، مؤتمر المراه، مؤتمر هي هدفه خلع المراه من دينها، بعد المراه. ده دلوقتي يا مسلمات يا مؤمنات بيكلموكوا في حقك انت كامومه، لا مالهمش مين يقول، بيخضوا الفطره بيشوهوا فطرتك كام، عشان حاجه واحده بس، لا مش من حق ان يحصل كده وانت من حقك كده، حتى الام، حتى الام. بصوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البنات ريحانات البيت، المراه الصالحه كانت السيده فاطمه ريحانه البيت، فالمراه هي والبنات ريحانه البيت. اعدلوا في التربيه بين البنات، كل دي وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم.